السلام عليكم حبوباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا باقي عاد كنجي لكم، قلت لكم التحضيرات ديال رمضان. رمضان وصل النص ديالو، انا عاد كنصيب في العسل. هادشي ماشي عاد صيب، انا قلت لكم كلشي كنت مصيبه قبل، ولكن لي فيديو راكم كتعرفوا كيعذبوا شويه، فيلا كملت لهم المونتاج. المهم اليوم غندير معكم العسل بجوج ديال الطرق. اليوم غادي ندير معكم العسل بالسكر البني وبالسكر الابيض. انا وياكم غادي نشوفوا شنو هو الفرق بيناتهم واين هو فيهم اللي حسن. اكيد السكر البني كيكون صحي اكثر، ولكن غادي نشوفوا مع بعضياتنا الريزولتا كيفاش غيكون. غادي ندير شويه ديال القرفه، شويه ديال المسكه، الزعفران الحر وحامضه هكا. المهم غادي ندير السكر كيف ما العادي، زعما كيف ما كديروا السكر العادي، كاين اللي كيديروا بالسكر ديال القالب، ولكن انا غادي نديرو غير بهاد السنيده. هنا في جابو ما عندناش اكيد سكر القالب، ولكن المهم غادي نحاول لكم نشوف النتيجه، وغادي نقول لكم الراي الحقيقي ديالي فيهم بجوج. غادي ندير كيلو كيلو، وغادي نزيد عليهم نص سطر ديال الماء في كل وحده فيهم. هنا كيف ما غتلاحظوا معايا ديجا اللون ديال هذا السكر البني مختلف، بحال طايب ولا بحال ممكن يكون اللون ديالو ما كيحتاجش بزاف ديال الطياب باش غادي يعطي هذا اللون. هذا هو الفرق الاول اللي كنلقاو. من بعد غادي نديروا فيهم الحامض نفس الطريقه اللي غندير في السكر البيض، هو اللي غندير في السكر البني، غير هذا السكر البيض غادي نزيد فيه في الاخر المسكه الحره، وغادي نزيد فيه داك شويه ديال الزعفران باش يزيد اللون. اما البني ما كيحتاج حتى شي حاجه اخرى. صافي غادي نديرهم على عافيه، ما تكونش مهيله بزاف حتى يبدا يطبخ. هذا كيف ما وريت لكم دابا السكر البيض ولا سنيده البيضاء، غادي نزيد فيها شويه ديال الزعفران، وغادي نخلي هذاك المهم قلت لكم بالنسبه للمسكه الحره غادي نخليها حتى الاخر حتى يطيب، حتى يقرب يطيب زعما. عاد نزيد واحد جوج ولا ثلاثه ديال الحبات باش كيعطيو هذيك التعليكه. وصافي فاش غيبدا لينا هكا السكر كيطبخ بهذه الدرجه هذه، غادي نقصوا هنا العافيه مزيان، وغادي نخليوه على المهل واحد تقريبا 40 دقيقه. اكيد غادي نسدو عليه الكوكوط، لا هذا اللي بالسكر البني ولا الاخر اللي بالسكر الابيض، بجوجهم نفس الطريقه. فاش غدوز 40 ساعه 40 دقيقه عاد غادي نحلهم باش نشوف شنو هو الفرق، واش شنو هو اللي مازال خاصو للطياب واللي مازال ما خاصوش. وهنا من بعد ما دازت 40 دقيقه غادي نحلهم، وغادي نحاول نشوف الحامض اللون اللي ولا فيه الحامض باش نعرف واش طاب ولا لا. الحامض خاص يولي بحال قاصح شويه من الجناب، كتولي اللون ديالو قهوي. انتما غتلاحظوا معايا بان مازال ما كاينش داك اللون اللي قهوي غامق بزاف، فغادي نخليهم مازال هكا، ما غاديش نسد عليهم، ولكن غادي نخليهم هكا يبقاو يطيبوا حتى هذاك الحامض ديالي نحس باللون ديالو ولا بحال اللون ديال القرفه. كيف ما غتلاحظوا معايا حتى الحامض مازال ما مازال رطب واحد شويه، خاصو يولي قاصح. هذيك الساعات كتعرفي بان العسل ديالك طاب، وفاش غادي يبرد ما غاديش يولي، ما غاديش يقصح لك زعما، ما غاديش يرجع السكر. هنا البنات انا غادي ندير المسكه الحره، غادي نزيدها في هذا العسل اللي بالسكر البيض. قويت عليكم السكر البيض والسكر البني، المهم هذا السكر البيض هو اللي في هذا اللي في هذا الكوكوط اللي كبيره شويه، والكوكوط اللي صغيره فيها داك السكر البني. تبقاو عاقلين عليها.
المهم راه قلت لكم حتى من اللون راه غادي يبان لكم بواحد الفرق كبير، ان هذا كيكون غامق بزاف، هذا ديال السكر البني كيكون غامق بزاف، وهو راه صحي بزاف، ومن الاحسن من الاحسن تستعملوه، لانه في الاخير فريمون جا غزال 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 وبنين. صافي دابا كنشوف لقيت بانه طاب، غادي نزيد عليه العسل الابيض، هذا العسل الابيض هو اللي غادي نزيد عليه العسل الحر، غادي نزيد عليه العسل الحر باش يزيدني واحد المذاق احسن زعما، ونستفيد حتى من داك العسل، ما يكونش غير السكر والماء. هكا غادي نزيد فيه واحد 3 المعالقات كبار تقريبا، باش وفي الاخر كيعطي المذاق ديال العسل الحر. انا غادي نوريه لكم البنات اللي هنا في الجابون، هذا راه اورغانيك، هذا العسل غزال غزال غزال، وفي واحد المذاق زوين ديال واحد الورده، فنتمنى الا لقيتوه هو اللي تستعملوا. صافي هنا باش نعرف واش طاب ليا ولا لا، لان كيكون سخون ما كتعرفيش واش طاب ولا لا، زعما واش اختار ولا لا. المهم هذا العسل اللي بالبني راكم غتشوفوه بحال مرخي ما واقفش، ولكن العسل اللي درتو هانتوما شفتو كتشوفوا معايا كيكون بحال رطب واحد شويه بحال سايل. هذا اللي بالسكر العادي هانتوما كتشوفوه راه بدا كيقصح، كدير غير واحد النقيطه في شي طبيصيل وكتبدي تحركي هكا غير باش تعرفي منين غيبرد كيفاش غيولي. وهنايا حبوباتي من بعد ما دازت عليه ليله هانتوما كتشوفوا كيف تجمع وجا غزال، عرفتوا جا فيه المذاق، هذا ما درت فيه حتى شي حاجه الا السكر والماء وهذاك الطريفات ديال القرفه، ما زدت فيه ديال الحامض، ما زدت فيه زعما حتى القرفه، جا غزال وجا فيه مذاق زوين. وهذا ديال السكر العادي الابيض بحال هذا دابا هو اللي غادي نقدروا نحتاجوا للشباكيه وداكشي، لاخر المعسلات الاخرين. هذا ديال اللي قاصح هكا شويه هو اللي كيلصق على الشباكيه وما كينشفش، فاش غادي نسخنوه اكيد واحد شويه فاش نبغيو نستعملوه، ولكن ما خصوش يكون جاري بزاف. فانا دابا هادو هما الاستعمالات اللي غندير، هذا اللي قاصح بزاف غادي نحاول نديرو في الشباكيه، والاخر غادي نديرو في بحال هاد المعسلات. انا درت معكم هاد البقلاوه ان شاء الله حتى هي تعجبكم، مازال عاد غادي نحط لكم الفيديو ديالها. فهانتوما كتشوفوا العسل ماشي جاري بزاف، ولكن هذا هو القوام اللي تبغي اللي تقدري ديريه في هذه المعسلات اللي بحال هكا. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. اللي بغيت نقول لكم هو السكر البني راه مهم 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 بزاف، الا كنتو غتستعملوا فاستعملوا السكر البني فهو احسن لكم. وشكرا للمشاهده وباي باي.